ردت الكاتبة السورية رنا حريري زوجة الفنان السوري باسم ياخور على متابع هاجمها بقول أن ياخور سبب شهرتها وشعبيتها، ولولا وجوده بحياتها فإنه لن يعرفها أحد. وشاركت حريري عبر خاصية أستوري بحسابها في إنستغرام رسالة المتابع التي جاء فيها: عفكرة لولا باسم ما حدا سامع فيكي. وأرفقتها بتعليق أكدت فيها أنها لم تقصد الشهرة يوماً، ولم تعرف عن نفسها كشخصية عامة طوال فترة زواجها من الممثل السوري، قائلة: بعمري ما عرفت عن نفسي كشخصية مشهورة أو عامة أو مؤثرة وما سميت متابعيني بفانزاتي. وأضافت: أنا ما ادعيت الأهمية وكنت بعيدة دائماً عن الأضواء، ما حاولت أطلع بلقاءات وماني دائماً الظهور بالحفلات، ولا عم أعمل جلسات تصوير، ولا عم أطلب متابعة، ولا بهمني عدد اللايكات. وتابعت معيبة عن استيائها من الشاب: ويا ريتك ما سمعت فيني أنت وكل حدا بيشبهك، محاولتك لحتى تهمشني مالها داعي وما إلها معنى، ويا ريت تستمتع بحياتك وتنسى وجودي تماماً. وفي السياق ذاته شاركت رنا صورتين لها على حسابها في إنستغرام أرفقتهما بتعليق شددت فيها على ابتعادها عن الأضواء وتفضيلها نجاح الأشخاص المقربين منها على نجاحها، قائلة: تحت الأضواء أو بالظل، أنا كنت دائماً بفضل الظل، مو لأني بكره الشمس، أنا اخترت الظل لأنه كنت شوف الشمس أجمل لما تضوي على الناس يلي بخصوني. وكانت رنا حريري قد أثارت الشكوك حول انفصالها عن باسم ياخور قبل أشهر بعدما ألغت متابعته على إنستغرام وحذفت من حسابها الشخصي جميع الصور التي تجمعها به، إلا أن الطرفين لم يصرحا بشكل رسمي عن انفصالهما. وبعد انتشار الشائعات الكثيرة رفضت رنا إرضاء فضول متابعيها وإصدار بيان رسمي تبين فيه حقيقة الانفصال، لأنها تعتبره موضوعاً شخصياً وليس من الضروري أن يعرفه الجمهور، كما طالبت وسائل الإعلام بتوفير جهودهم وتسليطها على القضايا الأكثر أهمية مثل الأشخاص المرضى والفقراء والعاطلين عن العمل والأطفال المشردين في الشوارع.